السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سارة، كيف حالك؟ أنا معلمة آية and this is your course plan إن شاء الله for this month of Quran. جزاك الله خيرا. Let's see now your plan. In this month إن شاء الله you will continue memorizing the last part of Surah An-Nazi'at and we will keep the revision. We will keep the revision to find all the revision from Surah An-Nazi'at to Surah An-Nas and Surah Al-Mulk is great, and then we can start Surah Al-Amma or Surah Al-Naba. Bismillahir Rahmanir Rahim. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. This is your plan, darling. جزاك الله خيراً. السلام عليكم.